الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلح بين المتخاصمين، يعني هناك اثنين تخاصما، تشاجرا، حدثت بينهم خصومة، حدث بينهم جدال، نزاع، وذهب بهم الأمر إلى أن يقاطع كل منهم الآخر، وأن هذا لا يلتقي بهذا ولا يسلم عليه. فكيف نتصرف أثناء النزاع وبعد النزاع، أي أثناء الخصومة وبعد الخصومة، وكيف تتصرف العائلة ويتصرف المجتمع بعد الخصومة في مثل هذه المسألة؟ أما أثناء النزاع، الله تعالى يرشدنا إلى منهج رباني عظيم، منهج أصيل في الخصومة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ماذا يحدث؟ ما هي النتيجة إذا دفعت بالتي هي أحسن؟ ما هي الثمرة؟ مثلا بينك وبين أخوك جدال وخصام، لابد أن ينزل أحد الطرفين يتنازل. إذا هذا شد في الخصومة وهذا قسى على أخيه، فإن النتيجة سوف تنقطع الحبال. ولكن الذي يتنازل لا يكون ذلك نقص في نفسه أبدا، إنما سوف ترى النتيجة رفعة وعظمة عند الله سبحانه وتعالى، ثمرة في الدنيا وبركات وأجر وثواب في الآخرة. أما في الدنيا فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، انظر الثمرة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، صديق يوجد لك ويحب لك المودة في نفسه بعد ذلك. إذن هذا هو المنهج الرباني القرآني الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إذن ادفع بالتي هي أحسن. وأذكر هنا قصتين جميلتين. القصة الأولى لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الذي يسمى بزين العابدين. جاءوا هؤلاء الناس وقالوا له: إن أنت أغضبت علي بن الحسين المعروف بزين العابدين فسوف نجعل لك 1000 درهم. فذهب هذا الرجل وأخذ يسب هذا الشخص، ويسب علي بن الحسين زين العابدين، ويجهل عليه ويغضبه ويحاول، وهذا ساكت. وبعد أن انتهى من السب والشتم قال له: يا ابن أخي، أما والذي قد قلت فإنه فينا، كل هذا الذي قلته فينا، وما خفي عليك كان أعظم، ألك حاجة نقضيها إليك لقاء نصيحتك لنا؟ انظر هذا التصرف. هذا معروف كان زين العابدين بكثرة العبادة والزهد. فبكى ذلك الرجل وقال: أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنما أعطيت 1000 درهم مقابل أن أجعلك تجهل علي، أن أغضبك. قال: أما والله لو قلت لنا؟ قال له: أما والله لو أخبرتنا لكنا أعطيناك هذا دون الحاجة إليك أن تغضبنا فنجهل عليك، عندنا 1000 درهم أعطوه. فهكذا يتصرف المؤمن في هذه المواقف. وأذكر قصة لأحد إخواني، كان أخوه قد خاصمه وغضب عليه، وكان الخطأ من أخيه، فقرر المخطئ أن يقاطع أخاه مقاطعة بسبب سوء فهم، قرر أن يقاطع أخاه مقاطعة تامة. وجاء الشيطان لهذا الأخ وقال له: أنت على حق، وأنت المصيب، وأنت لم تخطئ عليه، فلا تذهب إليه ولا تعتذر. ولكنه ضغط على هذه النفس وضغط على الشيطان فانتصر. فبعد أيام ذهب إلى أخيه وسلم عليه وذهب عنه، ثم تدريجيا بدأت الأحوال تصطلح بينهما. وبعد ذلك كان ذلك الأخ هو الصديق الولي الحميم لهذا الرجل. إذن هكذا نتصرف في مثل هذه المواقف بالهدي القرآني. أما بعد الخصومة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا في المنهج النبوي في هذا الدين العظيم كيف نتصرف أثناء الخصومة أو بعد الخصومة. بعد الخصومة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا الله تعالى جعل الخيرية في الذي يبدأ في السلام؟ لأنه أرفع منزلة من صاحبه قليلا. صاحبه نعم عنده الخيرية، ولكن هذا أعظم خيرية وأكثر خيرية. لماذا؟ لأن السلام في قلبه، لأنه بدأ بالسلام. فإذا وخيرهم الذي يسارع ويبدأ بالسلام. وكما قلنا، هذه ليست منقصة، ليست نقيصة في هذا، وإنما هي رفعة عند الله على منابر من نور يوم القيامة.
وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن ينال عبد صريح الإيمان، لن تجد لذة وحقيقة الإيمان وصراحة الإيمان، لن ينال عبد صريح الإيمان حتى يعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه ويصل من قطعه. يعفو عن من ظلمه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو عند المقدرة، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. العفو نعم، وأن يعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. شوف، أساء إليك أحسن إليه، ويصل من قطع. تقطعني أنا أصلك. فجرب أحد الأخوة هذه المسألة، كانت هناك بعض الناس من أرحامه قطعوه، فذهب إليهم مرارا، وعندما بدأ يذهب إليهم بدأ هؤلاء الناس يحسوا بخطئهم ويصالحون هذا الرجل، ويأتون بعد ذلك إلى منزله. فإذا انظر، وأن تصل من قطعك، تنال صراحة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من صفات المنافقين والعياذ بالله، قال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان، وفي رواية: إذا خاصم فجر. فالمؤمن عند الخصومة لا يفجر، لا يكذب، لا يميل عن الحق، لا يبتعد هكذا، وإنما هذه صفة، ننتبه إخواني، من صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم منها. فإذا إذا خاصم فجر فهذه الصفة ذميمة، فلنبتعد عنها إخوة الإيمان. وأما بالنسبة للمجتمع فعليهم أن يقوموا بالإصلاح. العائلة لا يترك هؤلاء يختصمان إلى مدى الدهر، أو إلى سنة أو إلى سنتين، وهناك لابد أن يكون الإصلاح، وإذا لم يكن الإصلاح فسوف تذهب وتمحق البركة من هذه العائلة. والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله تعالى أيضا يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نجد التراحم. فإذا لا بد أن نصلح، لا بد أن نقوم بالإصلاح. هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.